ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لليورو. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 النهاردة وبكرة، وحددت الهيئة مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتباراً من 19 ل 21 أكتوبر. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه ودعاقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين. النهاردة أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها تتحد مع الكاردينال بطريرك القدس بيير باتيستا وتشارك النداء والدعوة من أجل المصالحة والسلام وتقديم نية قداسات من أجل السلام، وأن يكون اليوم صلاة وصوم وتنظيم أوقات صلاة تتضمن السجود للقربان الأقدس. وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في بيان ليها إن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر بيتابع بمزيد من القلق أحداث العنف وتطورات المشهد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يعم الخوف والقلق الجميع بعد أن تفجرت موجة جديدة من موجات الصراع وإراقة الدماء. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة إنجلترا مع إيطاليا الساعة 10:15 بالليل، في نفس التوقيت مباراة صربيا مع الجبل الأسود.